مقدمة البرنامج بأنه ثمة استفسارات وصلتنا وتدور في أذهان حقيقة المقيمين هنا في تركيا وأيضا أولئك الذين يعيشون خارج تركيا من حملة الإقامة السياحية. نعم. ثمة قرارات تغيرت حقيقة من خلال تقريبا شهر ونيف. دعوني أذكر أن هذه القرارات التي تغيرت بدأت منذ تولي السيد بايرام يانسو إدارة الهجرة في إسطنبول. نعم. نريد أن نستعرض ما هي القرارات الجديدة أولا، ثم بعد ذلك نخوض في بعض التفاصيل التي حدثت الفترة الأخيرة ونعرف ما هي آخر الأمور وما هي آخر المستجدات إزالة لكل معنى من معاني اللبس. معنا الآن المحامي السوري الأستاذ أسامة عبد الرحمن. تحياتي لك أستاذ أسامة. لك أستاذ بلال، يسعد صباحك، يسعد صباح أستاذ المشاهدين والمستمعين. الله يعطيك العافية ويبارك فيك أستاذ الكريم. دعنا نبدأ منذ لحظة تولي السيد بايرام يانسو إدارة الهجرة في إسطنبول. كيف كان الإجراء المتبع في الإقامات السياحية وما الجديد الذي حدث بعد تولي؟ تمام. هلا بداية منذ تولي السيد بايرام يانسو موقع يعني إدارة الهجرة في إسطنبول، أعلم بشكل صريح أنه سيعمل بشكل جدي على حل مشكلة الإقامة السياحية، كونها هي من أهم المشكلات اللي كانت موجودة في إسطنبول الفترة الأخيرة. نحن أول شيء إجراءات فيروس كورونا اللي أدت إلى إلغاء جميع المقابلات لموضوع الإقامات، يعني أي شخص صار بده يقدم على إقامة صار يرسل ملف عن طريق البيت تيك. هلا الأسف هو طريق البيت تيك كان شيء بدايته كان جيدة، ولكن بسبب كثافة الملفات ووجود أعداد كبيرة من المقيمين في إسطنبول أدى أنه يصير هذا الملف هو ملف شائك بالنسبة لإدارة الهجرة، وأصبح يعني ملف متعب يعني للأسف. طيب. وصار في بعض الإقامات نحن شفنا كثير تأخرت، يعني بالذات اللي انبعثوا بين الشهر السادس للشهر الثامن. صحيح. هذه الإقامات في بعضهم لحد هلأ ما طلع يعني للأسف. فلهيك بداية السيد بايرام بلش انه نحن لازم نلغي موضوع البيتيتي لانه هو سبب لنا مشكلة. طيب. فعلا قام باصدار قرار بالغاء ارسال الملفات عن طريق البيتيتي ونستبدأ المقابلات منذ يعني منتصف شهر اثنين كانت بلشت المقابلات، او منذ 8/2 على ما اذكر. نعم. نعم. وبلشت الاشخاص انه تقدم مراقعة عن طريق المقابلة الشخصية. هلا هذا الشيء ادى الى تسريع موضوع الاقامات، يعني صار جميل. مجرد يقدم مراقعة او يعمل مقابلته ويكون ملفه كامل والموظف يستلم منه الاوراق يعني بين يومين للاسبوع، او خلينا نقول بين يومين لل 15 يوم عم تطلع موافقه سواء تجديد اقامته او اصدار اقامته الاول. جميل جدا. ممتاز. هذا الشيء ادى كمان نحن صار عندنا مشاكل والناس صارت الو نعم عم نسمعك استاذ اسامه. استاذ اسامه تماما. بعدين انه صارت الناس يعني مثل ما نقول انه بلشت المشكله بدايه حل المشكله. هلا نحن كمان في شغله ثانيه اللي هو صار انه كان في تجهيز لمركز كامل بمنطقه السنيورت بالنسبه لموضوع المقابلات السياحيه. تماما. وبالاضافه انه اداره الهجره يعني الالجوتش ادارتي كمان تم تجهيز مركز فيها لاجراء المقابلات للاقامه السياحيه بالاضافه للمراكز الثانيه اللي كانت تعنى بهذا الموضوع. هل هذا الشيء خفف الضغط وخلى المواعيد هي تكون نسبيا قريبه باسطنبول؟ يعني احنا هلا تقريبا المواعيد باسطنبول حاليا او المواعيد اللي طلعت عم تكون بين 15 ل 20/3 تقريبا، يعني المواعيد اخر مواعيد صدرت عم تكون بهي التوقيت. امتى حجزوا بيكونوا؟ امتى حجزوا حتى طلعت يعني 20/3؟ تماما. هدول عم يكونوا حجزوا رح نقول نحن بنص شهر 2 خلينا نقول. شهر يعني اقل من شهر يعني تقريبا. تماما. ولكن نحن في شغله انه هلا اداره الهجره هلا ما عم تشتغل بكامل طاقتها. اول شيء نحن عم نراعي موضوع اجراءات كورونا الاحترازيه، بالاضافه انه في عندنا المناطق او الادارات اللي كانت هلا لساعتها مستلمه ملف البيتيتي، يعني هلا في عندنا مثلا بشكتاش بالقدوجو اكثر من وحده، مثلا الفاتح اللي باسكندر باشا، هذول هلا عم يعنوا بموضوع عم يعالجوا موضوع الملفات اللي وصلتهم من البيتيتي، لهلا لسه ما انتهى الموضوع. فانا بظن او حسب انا رايي الشخصي انه احنا خلال شهر او شهر ونص رح ينتهى موضوع ملف الاقامات اللي انبعثت بالبيتيتي بشكل كامل، وحترجع الموضوع يرجع مثل قبل، حتى بظن حتكون الوتيره اسرع ان شاء الله. احنا اخر القرارات اللي صدرت هي صدر يوم الاربعاء الماضي على ما اظن. قرار بالغاء حصول الجميع اللي قدموا الاقامه السياحيه وطلعت موافقتهم على اذن السفر. هلا
نحن هذا القرار هو سببه كمان لتخفيف الـ يعني الناس للأسف كانت في كثير ناس نعرف نحن مضطرة تسافر صحيح، فعم تروح تتجه للمراكز اللي بتمنح هذا الموضوع، فصار عم يصير كان كمان كثير أزمة على هذا الموضوع، عم نلاقي طوابير طويلة. فلهيك هن هلا مبدئيا لغوا الموضوع، قالوا يعني هن ما لغوا الموضوع، قالوا نحن ما حنعمل أي إجراء تاني، قالوا نحن نوعد انه الشخص يلي او القرار هيك صدر انه الشخص اللي حيقدم الاقامه خلال 30 يوم رح يستلم اقامته. طيب استاذ اسامه، صراحه يعني احنا يعني متابعه لهي الفكره، هذا الشيء مو كثير من الاشخاص اصلا هن يعني مضطرين للسفر بشكل مباشر بشكل سريع، انه مده شهر ما لك مده قصيره اصلا يعني. تمام، كيف عم يتم التعامل مع هالمواضيع خاصه العاجل بدنا نحكي. تمام، هلا بالنسبه لهذا الموضوع هو كثير بسيط، يعني نحن الشخص طالما قدم على الإقامة وصدرت موافقته، يعني تم صدور الموافقة على تجديد إقامته أو على مسح الإقامة، صار بيقدر يغادر الأراضي التركية. المهم خلال فترة التقييم الملفه يكون داخل الأراضي التركية. مجرد صدرت موافقته هو فيه يغادر. هلا بالنسبة للأشخاص اللي دخلوا على تركيا فيزا وانتهت فيزتهم، هلا هون للأسف هدول مضطرين يدفعوا غرامة ويغادروا، ولكن نحن بنقول لهم انه ما عاد عندكم اي مشكلة لموضوع الإقامة لأنه صدرت الموافقة او تم تقييم الملف بشكل ايجابي. هلا بالنسبة للأشخاص اللي عم بيجددوا إقامتهم، كمان نحن بمجرد انه صدرت موافقة الإقامة او تجديد الإقامة كمان بيقدروا يسافروا. استاذ الكريم، استاذ أسامة، الآن هناك حالات عديدة كالتالي: شخص قدم إقامته وهو مضطر أن يسافر، يعني سافر قبل ما تطلع النتيجة. تماما. هلا نحن تفضل. تماما. القرار بالقرارات اللي صدرت الفترة الأخيرة بإدارة الهجرة إنه يجب على الشخص، هلا هون هي صارت جميع المدن التركية دون أي استثناء، يجب على الشخص حين يتقدم للموعد تجديد الإقامة أو موعد الإقامة لأول مرة يكون داخل الأراضي التركية. تمام. هي أول نقطة مهمة. هلا إحنا بالسابق كنا نقول وقت إرسال الملف إنه يكون داخل الأراضي التركية، هلا هذا الموضوع انتهى، إحنا نقول إنه هو الشخص عمل مقابلة ولكن هذا الشخص ما بيقدر يغادر الأراضي التركية أو ممنوع عليه إنه يغادر الأراضي التركية إلا بعد صدور موافقة تجديد الإقامة. طيب دعني أسأل سؤال، يعني خلال فترة التقييم أو يوم التقييم بالذات، نحن خلينا نقول مثلا هذا الشخص تقيم ملفه بعد مقابلته ب 15 يوم. تمام، نحن يوم التقييم بالذات لازم هذا الشخص يكون داخل موجود. جميل. الآن هو سلم أوراقه وأخذوا الملف وكل شيء ومضطر يسافر ثاني يوم. الآن إذا سافر وصدرت الإقامة يعني وصدرت النتيجة بشكل إيجابي واستلمها عنه شخص آخر، هل هناك ضرر؟ لا، هلا هون بالنسبة لهذا الموضوع طالما تقيمت ملف إقامة تقيم بشكل إيجابي وصدرت الموافقة عليه بيقدر يسافر وبيقدر يعمل وكالة لشخص ثاني يستلمها. هلا أو نحن السيستم الجديد أضاف ميزة جديدة إنه هي إنه يحط معلومات شخص، ولكن هذا الشخص لازم يكون أقرباء الدرجة الأولى أو الثانية لاستلام الإقامة، أو وكيل مثلا. تماما، وكيل نظامي، ولكن يجب أن يكون الوكيل وكيل نظامي، يعني وكيل موكل بدائرة رسمية مثل نحن هون الوكالات بتصير طريق كاتب العدل او النوتة. نعم، جميل. نعم. جدا. طيب استاذ، بس سؤال، عفوا بلال، نحن ذكرت حضرتك انه في غرامه ممكن يكون الواحد يدفعها في حال يعني طلع، او كانوا اللي بيطلعوا برات تركيا وما بيكونوا لسه استلموا اقاماتهم او طلعوا قبل الفتره المحدده، هي شو الغرامه يعني امتى بالضبط وقديش لازم تكون؟ هلا هون حسب، يعني احنا قلنا اشخاص مثلا اضطروا يغادروا كان انه دخلوا على تركيا بفيزا وانتهت الفيزا تبعهم، اقامته لسه ما صدرت ولكن صدرت موافقتها، فهون هذا الشخص ممكن يدفع الغرامه. هلا هاي الغرامه بتحددها المكاتب الموجوده بالمطارات، هي بتحدد هي الفيزا حسب جنسيه الشخص. نعم. وحسب المده اللي خالفها، احنا ما في شيء اسمه غرامه ثابته هون. نعم. ولكن نحن تقريبيا يعني بنقول اي شخص تقريبا عم يخالف مده مثلا اسبوعين لشهر عم تكون غرامته تقريبا 500 ليره، ولكن هذا الشيء ما له ثابت مثل ما اسمه ثابت وممكن يكون أكثر. نعم. أستاذ أسامة عبد الرحمن، لك جزيل الشكر والتقدير على هذه المعلومات القيمة التي بالفعل أزالت اللبس تحديدا في آخر القرارات الصادرة. أشكرك شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك.